لأول مرة. حبت من قلبي ومش عارفة بس اللي بيجراني. دي أول مرة حصري على فكرة النهاردة في معكم ونا شادي. طبعا نورهان الرفاعي أول شابة مصرية تتسلق أعلى قمة في أوروبا. بقت هواية بقى على نفس القمة لقت قصة حبها. ساعتها احنا قررنا بقى ان احنا نكمل الـ 7 Summits. كيرش كيبرز اكلات بتريحنا نفسيا وناكل اللي احنا عايزينه وبيتفاعلوا مع الوصفات. ما بنحرمش نفسنا من حاجه يا جماعه. ده السفره دي تودي السجن. ده حرام والله. تحذير هام اي حد بيعمل ريجيم اوعى يدخل عليه. اختبار صعب جدا. عايش في بحر لا. مروه ناجي الصوت الرائع. الحب ده غنوة. اي حد النهارده في اول غنوه ليه يتمنى يكون وقت الوقت بتاعته دي وياخد السبورت الكبير انت بتقولي النهارده بجد. معكم منى الشاذلي غدا الساعه 9 مساء على CBC.